ليونيل ميسي، أربع مناسبات على مستوى الكرة الذهبية. وبرشلونة الذي أبدع وأقنع وأمتع، وهنا كرة ضد أيضا وخطيرة، جول خطيرة، جول جول في مرمى بينيتو، قرطاجنة يسجلون. هذا ما حذر منه تاتا، هذا ما حذر منه تاتا مارتينو، وبالتالي يسجل الآن الهدف، ويسجل الآن الهدف لمصلحة قرطاجنة بهذه الكرة. فرناردو هو من يسجل الآن، وبالتالي هدف أول وهدف يدخل به في التاريخ، هذا اللعب يدخل به للتاريخ. وبالتالي اللاعب فرناردو نعم يسجل في مرمى برشلونة، في مرمى برشلونة الهدف الأول، وفي مرمى بينيتو. شوف الانطلاق، شوف الانفراد، شوف المحاولة، أين قلب الأسد؟ والكرة، الكرة التي مرت بهذه الطريقة بهذه الصورة التي بالفعل أوجعت أي كتالوني يتابع هذه المباراة. أدريانو بنقلة مرة أخرى، هنا الكرة ما زالت حاضرة، وصلت لمارك بارترا ثم ترسل أمامية لبيدرو، جول، هدف لمصلحة البارسا. هكذا يعودون، هكذا يتعادلون، هكذا بالفعل البارسا بكراته، البارسا الذي ربما تكون هذه المباراة بداية العودة، بداية الانطلاق، بداية العودة للمسار السليم. حب بجنون، عشق بجنون، ألا يعلمون بأنه البارسا؟ ألا يعلمون؟ مفتونون دائما أنصاره به، إنه البارسا. يا الله على البارسا عندما يسجل، عندما يسجل ويدون، عندما يعود، عندما يعود للطريق السليم، فإنه سيبهج، سيفرح الأنصار والمحبين المغرمون والمتيمون بهذا الفريق الكبير. اسألوا التاريخ، اسألوا الأمجاد، اسألوا السنوات الطوال. هل يعود البارسا بإمكانياته الكبيرة، بتاريخه العظيم، بالأسماء التي كانت حاضرة، تشافي ورفاقه في وسط الميدان؟ هنا الكرة تأتي الآن لمصلحة البارسا، خطير، جول 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 جول، كبير يا بارسا، كبير كبير يا بارسا، كبير. هذه عاداته، هذه كراته، هذه أهدافه، إنه الكبير يا فابريغاس. ألا يعلمون من هو البارسا؟ ألا يعلمون بأنها كبوة جواد، بأنها كبوة حصان، بأنها كبوة كبير؟ وبعد ذلك سيعود لأنصاره، سيعود لعاهد ذي زمانه، لسالف أوانه، إنه البارسا. انظر للكرات، انظر للتمرير، انظر على الطائر كيف يسجلون، كيف يتقدمون، كيف يعودون. إنها سطوة الكبار، ألا يعلمون، ألا يفقهون. الكرة في المرمى الآن، هدفين للبارسا، كبير يا بارسا، كبير يا كاتالوني. للبارسا واضح حقيقة هذا الأداء، وهنا بالفعل تاتا مارتينو لا يلام هذا الرجل، ولا يحسد على ما هو عليه في مثل هذه اللقطات، في مثل هذه المحاولات. صدقت الأخبار والأنباء، صدقت التوقعات من الأنصار والمحبين. جول 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 الآن، جول جول الآن، جول عن طريق بيدرو. بيدرو يسجل بعد محاولات عديدة، يسجلون البارسا، يضيفون الثالث البارسا. نعم، بعد كرة مثيرة عن طريق بيدرو، بيدرو بيدرو تلعب، وبعد ذلك سجل الهدف الثاني له شخصيا والثالث للبارسا. شوف الكرة بانفراد، بمحاولة، بتلاعب بحارس المرمى ليمينيز، وبعد ذلك سجل. نعم، قام بدور الصانع سانشيز، ولكنه لم يسجل سانشيز. يا سلام يا ولد، يا لعيب يا لعيب، يا بيدرو يا فنان في الكرة الماضية. خذلك خذلك خذلك
كرة حلوة وبعد ذلك هدف جميل يسجل الآن. 700,000 يورو من التذاكر فقط، وبالتالي إصلاح ربما العجز المادي في هذا الموسم. وهنا كرة خطيرة، جول اصطدت، وجول 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 جول 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 الرابع الأهداف عن طريق جيان. نعم الرباعية، الرباعية قبل الوداعية، الرابع يأتي الآن للبارسا. إنهم سيعودون بلا شك، إنهم قادرون على العودة، لأنهم يسجلون، لأنهم ربما خطوة بخطوة يصنعون الصنيع الجميل بهذه الجملة، بهذه الكرة، بهذه اللقطة، بهذه اللمسة. هكذا تعودنا على البارسا وكراته، تعودنا على الكتالون وإنجازاته. نعم الفرقة الكتالونية